بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية إن شاء الله تبارك وتعالى نود أن نضع يعني أصول للكلام اللي أنا هتكلمه. نأصل الأول وبعدين يعني إيه نتكلم. أول هذه الأصول هي أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني في هذه الحلقة أن اليهود هم أعداء المسلمين والإسلام إلى أن تقوم القيامة. ثلاثة، قد نفهم ونتفهم أن هناك دولة عربية إسلامية تقيم علاقات دبلوماسية لمصالح استراتيجية، مصالح للبلد، نفهم هذا ونتفهم. يعني زي أي دولة بتقيم علاقات، زي الإمارات، زي البحرين، زي المغرب، زي السودان، زي الأردن، زي مصر، لكن شتان ثم شتان العلاقات التي أقامتها مصر مع الكيان الصهيوني والعلاقات التي أقامتها بقية الدول شتان. وليست يعني الكلام ده مش علشان أنا مصري، لا، التاريخ يقول كده والواقع يقول كده. وأنا اتكلمت في الحلقة السابقة وتكلمت على أن العرب ظلموا مصر وظلموا الرئيس السادات الله يرحمه. عايز أقول كمان حاجة تانية مهمة. ايه هو الفارق؟ الفارق واضح جدا. مصر عملت معاهدة سلام او اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني من منطلق القوة، بعد حرب دفعت فيها الغالي والنفيس، بعد حرب قدمت فيها الشهداء، بعد حرب ليست حربا واحدة وانما اربع حروب متتالية. والكلام ده قاله رئيس السادات في الفيديو السابق اللي انا قلته، وقال لك ان احنا يعني 27 سنه بنحارب اسرائيل. الامر الاخير انه لا يوجد شيء في مصر اسمه التطبيع اطلاقا. لا تجد اسرائيلي يتجول في شوارع القاهره او في شوارع المحافظات الشعبيه زي المحافظات العامه، انه ممكن تلاقيه في شرم الشيخ بيتفسح نازل سياحه وبيروح. لا تجد مصري يروح إسرائيل ويرجع إلا ما تعمل عنه تحريات وعمل إيه وسوى إيه. ده كلام، واللي بيقعد هناك بيسحبوا منه الجنسية والكلام ده كله. لو واحد مصري تصور زي محمد رمضان ولا بوتريكا ولا معنا بوتريكا إخواني، تصور تقوم الدنيا وما تقعدش، فرق كبير جدا جدا. عشان محدش يقول مصر مطبعة، مصر عاملة اتفاقية سلام بعد حرب، معاهدة شريفة وهي مطابقة للشرع بأن احنا بقى في حروب ونعمل معاهدات، وهي هدنة وليست معاهدة سلام. الأصل اللي بعد كده، هو ليس معنى أننا نهاجم السلطة الفلسطينية ونهاجم الخونة من الفلسطينيين، هذا ليس معناه أننا بعنا الأقصى وبعنا الأرض الفلسطينية العربية الإسلامية. محدش يفهم ان احنا كدول يعني كالناس اللي بتطلع تدافع عن الحلف الرباعي وندافع عن بلادهم، ندافع عن الامه العربيه كلها عموما، لان احنا نرى في الحلف الرباعي انه حلف عربي اصلي زي ما بيقولوا. حلف وقف حجر عثر امام التوسع الشيعي التركي المغولي. يقف حجر عثر امام التوسع الاسرائيلي او التوسع الصهيوني الذي اتخذ من ايران وتركيا وقطر قاعده للانطلاق للتضييق على العرب والتوسع على حساب المنطقه العربيه، حرب بالوكاله. محدش يفهم ابدا ان احنا عشان بنهاجم الشعب او جزء من الشعب الفلسطيني اللي هو شغال في الترس الماكينه اللي هي تبع مشروع الشرق الاوسطي، احنا بنهاجمهم، احنا بنهاجم فلسطين كفلسطين، او بنهاجم طبعا. لا يمكن احد مسلم يتخلى عن الاقصى والمقدسات الاسلاميه ولا الارض العربيه ايا كانت، حتى الجولان. اي ارض عربيه لا يمكن ان نتخلى عنها، وليست فلسطين فقط، عشان برضو الكلام مش خاص بفلسطين بس.
فاللي يفهم كده من كلامنا او من كلام اي حد من اللي يطلع بيدافع عن الرباعي وبيهاجم القياده الفلسطينيه لانها تاجرت بهذه القضيه وهي الخائنه الاول، تمام، وكان بسببها ان لغايه النهارده ما فيش دوله فلسطينيه وما زلنا في هذا الصراع حتى اليوم، فده مش معناه ان احنا بنتخلى عن قضيه فلسطين ونتخلى عن المسجد الاقصى، ده كلام ما تفهموش، لا ابدا اطلاقا. نحن مع ديواننا، مع قادتنا، مع حكامنا، وايضا مع فلسطين ومع الاقصى ان شاء الله. قلت باسم السياده تنتهك السياده. عشان ما اطولش عليكم انا حطيت الاصول دي عشان نبقى ننطلق، تبقى انت فاهم انا بتكلم في ايه وبتكلم ليه، لان في حاجات خطيره جدا جدا بتحصل. واول واحد مثلا انا هتناوله مثلا الموضوع التطبيع المغربي. تصريح من رئيس الحكومه المغربيه طالع بيقول نحن حققنا انتصارا في مساله التطبيع مع اسرائيل عشان حصلنا على الصحراء الغربيه، وكان انتصار كان نحارب، وكانها كانت مغتصبه واحد خدها منه امريكا رجعتها له ولا اسرائيل رجعتها له. الاخوان اصلا كده كده هم احلاف اليهود، حليفين لليهود، احلاف، هم حلف مع بعضهم، يتحالفوا مع اليهود ويتحالفوا مع المشروع الصهيوني، ونبته بريطانيه، نبته المخابرات البريطانيه، حماس تتحالف مع اسرائيل. عشان يبقى الكلام واضح، القيادات الفلسطينيه في العموم كلها تتحالف مع اسرائيل وتعمل لصالح اسرائيل وموظفه لصالح اسرائيل، بانها دايما وابدا تشق الصف العربي ودايما ابدا مش عايزين بيتاجروا بالقضيه وبيتكسبوا من وراها ومش عايزين يحلوا القضيه. وهناك من العرب الاخرين اللي يزعموا ان هم يعني تبع دول الممانعه والى اخر هذا الكلام، زي ما كانت بتعمل المغرب وطبعت، وزي ما كانوا بيعملوا السودانيين وطبعوا، وزي ما كانوا بيعملوا برضو بعض دول الخليج وطبعت، مفيش مشكله خالص. والمشكله طبعت، انا بقول طبعت باللفظ. وكان في اخ بيقول انا ارفض كلمه التطبيع لان التطبيع معناه، وانا قلت الكلام ده، التطبيع معناه تطبيع الاخلاق وبتاع، لا طب دلوقتي في تطبيع اخلاق. تقول لي يا اخي ممكن هو عارف نفسه وانا بتكلم دلوقتي هو مين اللي كان بيقول لي كده؟ والاخ ده خليجي بيقول لا نحن نقول معاهده سلام. طب ايه رايك في ابو محمد العبار اللي هو الرجل الاعمال الاماراتي اللي رايح اسرائيل وبيتكلم وبيقول انا مش جاي اعمل صفقات، والصفقات مش مهمه، الصفقات التجاريه والعلاقات التجاريه والتبادل التجاري واحنا نكسب يعني ونستفيد من بعض؟ لا، ده انا عايز امك تيجي عند امي وامي تروح عند امك واطفالنا يزوروا اطفالكم ويقعدوا معاهم ويتبادلوا الافكار يطلع الطفل المسلم، انا مش هقول العربي، يطلع الطفل المسلم يرى ان ان ان, أن دوله اليهود هذه او الصهاينه هم ناس عاديين جدا وحقهم هذه الارض، مع ان في وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم اننا سنقاتل اليهود في هذه الارض، وينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم ورائي كافر تعالى فاقتله، الا شجره الغرقد فهي كافره. ده تضييع للدين، ده تضييع للدين وتضييع للقضيه من اساسه وتضييع للامه، تضييع للثوابت الدينيه العقديه اللي عندنا اللي قالها ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا تضييع للقضية من جذورها. أطفالنا يتربون على محبة اليهود، أطفالنا وأمهاتنا يعرضون على الإسرائيليين أو اليهود الصهاينة. طب هو لما يروح عند والدتك في البيت ينفع هيشوفها؟ وهل ده جائز في الإسلام؟ وهل تستأمنه؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أليس في هذا تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى وتكذيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضليل للأمة أجمعين؟ أم أنكم تركتم دينكم وتتكلمون بالدنيا؟ لن تربحوا، لا يوجد ربح، ولن تسلموا وستظلون منبطحين وتقدمون التنازلات لحماية أنفسكم، ولن تقوم لكم قائمة حتى ترجعوا إلى دينكم وترجعوا إلى قيمكم الإسلامية والثوابت الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة الثابتة.
أنا أقولها إلى متى؟ هذا هو إلى متى؟ عندما المغرب تعلن أنها ستدرس التاريخ اليهودي في مدارسها، فماذا يعني هذا؟ لما يروح أمجد محلل السياسي يطلع على الفضائيات وبيحلل باسم الإمارات أو باسم البحرين تقريبا، ويتكلم يعني ويلتقوا به وبتاع، والبحرينية تطلع على التلفزيون الإسرائيلي وتقول إحنا كان الإعلام عندنا بيفهمنا حاجات غلط، تتهم إعلام البحرين بالتضليل على شاشات التلفزيون الصهيوني وتقول إعلامنا كان مفهمنا إن أنتوا بتكرهونا. إذا كان ربنا هو اللي قال كده، يقول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من الذي عدو لميكال وجبريل إلا اليهود؟ ألا أعداء جبريل؟ أنهم كانوا بيقولوا عن الوحي ينزل به ميكائيل، لا مش جبريل، وإلى آخر هذا الكلام. من الذي قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أنا لم أرى في حياتي أن هناك عربي مسلم يتملق اليهود ويتملق الصهاينة. في شيء غلط، في حاجة بتحصل غلط. إحنا لازم بقى نوعي شعوبنا ونقول لهم اللي بيحصل ده ليس من العروبة ولا من الإسلام في شيء. تضليل وتغييب عقول الشباب وعقول الأطفال هذا ليس من الإسلام في شيء. لن يرضوا عنا مهما فعلنا ومهما تملقناه. هم حتى الذين يقولون بأن مصر طبعت، لا يا حبيبي، مصر لم تطبع. مصر عملت اتفاقية سلام معاهدة فقط، هدنة، كانت حرب. أما أنت فأنت تدافع عن نفسك، وإحنا نتفهم أنك أنت، وما عرضناش ده، بالعكس إحنا قلنا أنت حر كنظام كحكومة لمصالح استراتيجية للحصول على الأسلحة، لأنك أنت تردع العدو الذي أمامك الذي هو أصلا وظفه ليضغط عليك لتذهب إليه وتهرول، لكنك لم تهرول للمصلحة المرجوة وهي الحصول على السلاح للدفاع عن نفسك من العدو الذي أمامك، وإنما أنت هرولت إليه لتطبع الأخلاق والعادات والطباع وتنحي الدين جانبا وتتعامل هكذا حب. إذا أنت كنت تحبهم منذ زمن، ولكن جاءت الفرصة لكي تعبر عن هذا الحب وتعبر عن هذا الانتماء، وأنهم يعني العملية بقت البساط أحمدي وبقيت أنا وإنت واحد. بل ويطلع مسؤول إماراتي، مسؤول رفيع المستوى، يعني هو سفير، يطلع يمجد في الكيان الصهيوني ويقول دولة إسرائيل هي بالضبط مثال هي ودولة الإمارات مع بعضهم، هما الاثنين نشأوا من الصفر وبنوا أنفسهم وتعبوا وجاهدوا، يعني تعبوا وبنوا نفسهم وبقوا دول. لا، كذبت. بل إن الكيان الصهيوني نشأ ونمى على دماء العرب المسلمين، على أشلاء القتل المسلمين، على أراض مغتصبة، أراض عربية إسلامية مغتصبة. هذا هو الكيان الصهيوني، لم ينشأ هكذا مثل الإمارات. كذبت في المقارنة، فنحن لا ننتظر هذا ولا نتمنى هذا، لكن هذا تغييب للشعوب العربية وهذا تغييب للواقع. وهو أنا الذي يهمني في هذا كله أنه تكذيب لكلام الله ورسوله، ده المهم. أم أنكم أردتم ضياع الدين؟ لا، أنا شخصيا هاجمت كثيرا السلطة الفلسطينية وقلت نحن لا نضيع بلادنا عشان خاطر السلطة الفلسطينية مش عايزة تعمل سلام ولا عايزة تفهم الواقع. لكن مش معنى كده أن أنا أفرط في القضية أو أفرط في الأقصى، لا لا والله. الأقصى تربينا في المدارس على هذا، حبنا للأمة العربية جميعا، حبنا للإسلام والمسلمين، حبنا
لكل ما هو يمت إلى الإسلام بصلة ويمت إلى العروبة بصلة. نحن في مصر ولله الحمد والمنة لا يوجد تطبيع حتى تذكر اسم مصر في وسط هذه الدول كلها في التطبيع، لا. من قال هذا فإنه مدلس وكذاب ومنافق، ويريد أن يجد لنفسه ذريعة حتى يقول لست أنا وحدي، وإنما ها هذه مصر، مصر عملت علاقات وطبعت، كذبت. مصر معاهدة اتفاقية سلام، وهي اتفاقية ستنقض في وقتها بإذن الله، والأرض هذه سينطلق الجيش المصري العظيم بتحرير هذه الأرض وتحرير مسجد الأقصى بإذن الله، كما حررها سابقا عدة مرات. هذا هو أيها الإخوة، يجب علينا أن نسمي الأسماء بمسمياتها. لا يمكن، هناك قناعات وهناك اعتقادات، هل يتخلى المسلم عن عقيدته؟ أنا أقول أن كل هذا التطبيع، أنا التمست لك العذر لأنك في موقف ضعف، وهناك الأخطار تحيط بك من كل جانب. سيدي اعمل صفقات تجارية، استفيد من التبادل مثلا المعلوماتي، أو التبادل مثلا الاستفادة من الزراعة أو الصناعة أو الحصول على الأسلحة أو إلى آخره، براحتك. كأنظمة يعمل اللي هم عايزينهم، وإحنا نقول لهم أنتوا اللي شايفينه في مصلحة البلد اعملوه، لكن المفروض إحنا كدورنا كشعوب يحصل بالمنظر ده؟ ينفع بالمنظر ده؟ البحرينية تتهم إعلامها البحريني بالتضليل، تقول كانوا يضللونا يشوهوا صورتكم، لكن إحنا لقينا غير كده. اليهود حبايب، والقتل الفلسطينيين وتهجيرهم ونفيهم بره بلادهم، الصهاينة حلوين. الإنصاف أيها الإخوة، يا أخي الإنصاف، وأنا لما أقول كلام حيرضيك إلا أنا مش مهم أرضي حد، المهم أرضي ربنا سبحانه وتعالى. ألقى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، نفهم أن النظام بيعمل معاهدة سلام أو اتفاقية سلام مع الصهاينة لأمور استراتيجية، علاقات دبلوماسية، علاقات تجارية، علاقات اقتصادية، علاقات عسكرية تسليحية. استفيد، احنا دول نحتاج الى نقل تكنولوجيا تصنيع السلاح، ونقل تكنولوجيا تصنيع اي شيء. لكن ما فهمش ابدا ان المسلم يبقى هو يهودي، او يأم اليهودي، او اليهودي يجي يشوف امي، او انا اروح اشوف امه، او ابني يقعد مع اليهودي ويشوفوا محتل أرض عربية، يتعلم الدياثة ويتعلم الخنوع والانبطاح. أنا ما علمش ابني إلا الشرف، يعيش عزيز ويموت عزيز، يعيش شريف ويموت شهيد، من أجل أمته الإسلامية وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. هل يستويان؟ لا والله، وهذا كلام الله. اليهود هم أعداء الإسلام، أعداء يعني أشد عداوة. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولكنكم تقولون كلاما غير هذا، بهذه الأفعال تقولون كلاما بغير بخلاف كلام الله تبارك وتعالى. وهذه الطامة الكبرى أيها الإخوة، هذه المصيبة. يعني أنا بحس إنكم أنتم ما صدقتوا. لا، وحفلات عشاء جماعي بين الإماراتيين والبحرينيين والصهاينة، وزيارات بسرعة، يعني أوام كده يا عم اقلب، إحنا لسه هناخد وقت. لا، ده أنت ما صدقنا، يلا. واللي راحوا في الأول يعني يزوروا المسجد الأقصى، وإحنا عملنا حلقات على الكلام ده، وقلنا ما ينفعش وإلى آخره، وده كذا وده كذا، وطلعت ناس بقى تقول لك إزاي، وما يعني أنت خلاص حبكت، ما تهدى شوية يا أخوي، الدنيا ما طارتش. لكن ده صدقوني، ده خطر علينا إحنا، لأن ده معناه تهويد فلسطين كلها، تهويد الأقصى. إحنا اللي بنهوده بقى كعرب مسلمين،
وبعد كده يتم تهويد البلدان نفسها. الإسرائيلي يتوغل وينشر ثقافته في الإمارات وفي البحرين وفي المغرب وفي السودان والدول اللي هتطبع بعد شوية، وما خلاص سيطرة الصهاينة على العرب، وده المخطط. أنا قريت في بروتوكولات حكماء صهيون يقولون في هذا الكتاب: لا يمكن لليهود أن يسيطروا على العالم عسكريا، يعني ما يقدروش يحتلوا العالم كله كده ويسيطروا، عشان ما عندهمش يعني قوات تقدر تتحكم في العالم، وإنما يجندوا تابعين لهم في هذه الدول، وده المصيبة. كل ما اشوف ده بحس قد ايه عظمة مصر، كل ما اشوف اللي بيحصل قد ايه احنا بفضل الله شرفاء واعزاء، ما انا عارف بس بيزيد عندي اليقين، قد ايه بحس ان المملكة العربية السعودية لما بتتكلم في مبدأ. والله انا بقول الكلام ده وهذا ظني في المملكة العربية السعودية، ونحسبها إن شاء الله على خير بإذن الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن في الجميع، ربما جهلا منهم، ربما الله أعلم. لكن أنا بطرح خطر حقيقي، خطر حقيقي سينتقل هذا الخطر من فلسطين إلى دولنا لو حصل. يعني أنا بتكلم عن الدول المذكورة والتي قد تأتي، أما إحنا الحمد لله بأن 41 سنة عاملين معاهدة السلام مع إسرائيل، لم يتجرأ السفير الإسرائيلي أن يمشي في القاهرة، لم يتجرأ. وأسأل الله العلي القدير أن يجمع شمل العرب وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وفي نهاية هذه الحلقة أشكركم لطيب المتابعة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.